السلام عليكم. واحد الشوار مبرون غادي نديك التليفون اشوف جاي جيب شنو باغي تقول والله مرحبا بك بي اس 1 شانل. الحلقه اليوم الناس اللي غنستضيف فيها هما الناس اللي كيميو اي واحد شو برا غادي نديرو بحال هكا غادي نقطع له الكارو ديالو في مقابل هادشي غادي نصحو انه يدريني نعطيه اشتراك شهري في واحد النادي رياضي مده ديالو 3 شهور يتريني على راسو يفهم باللي صحته اهم من انه يقيك من هاد الزبل بالاضافه للبروتين اللي يقدر يعاونو في هاد المده اللي كيتريني فيها. الميساج في الاول وفي الاخر هو بنادم خاصو يديها بصحته حسن انه يدمرها. خليكم مع الفكره تابونوا الى عجبتكم وكيف ديما ليتس دو ات. السلام عليكم. بخير اخويا. ما بخيرش علاش انا سمعت هذا؟ قرب اللي خارج. دابا حل. ها؟ صافي ان شاء الله مو شويه ان شاء الله من هنا ولا من هنا. علاش كتبتي نقص شنو كتظن انت غندير دابا؟ اشو مالك ليتينا في كارو كدا هو اللي عندنا قضيتي ولا مازال؟ مازال اخويا هذا ها؟ هذا نهار نجمع راه نوريك واش هكا كيتجمع صح؟ كراج شكون انت باش نعطيك من البعيد انت تجهيز براج الحراره خويا لا كنعرف غير الجوان شكرا شاري باش مقطع شاري باش مقطع شتري مقص على انت باش كتشري مقص كتشري ديك الحاجه اللي كتقطع شاد فيا كاع العافيه راه بالعكس راه قال لك قرو كنقتل لك يوم من حياتك انا دابا راه قتلك يوم من حياتك ما عندناش مشكل اخاي ما عنديش مشكل ما عنديش مشكل كاين شي كارو تما قطعوا عندك ولا ما كاين والو ما كاين حتى شي حاجه كارو بيتي خاصني بعدا نحيدو شي واحد اخر ما يتكيفش بها عاوتاني هادي هي بلاصتو هنا دابا هادي شتي كارو ميك فات شي الكار علاش بغيت شي مزيان هادي ولا شنو هادي الطبسيل تيقولوا لها خرديها لا كتكيف كتخرد صاير ها تاحل حل 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 غادي نديك التليفون اشوف جاي جيب غادي نديك التليفون جيب كارو دابا كارو خليك تحيد لنا التليفون نحيد لك التليفون على كارو حيت هو اللي عندي كاين شي مشكل المشكلة القضية هادي واش كارو ما خاصش يكون زعما مثبت بك لهاد الدرجة لا بغيت جيب لي كارو عطيك التليفون كاين شي مشاكل ريحته عطات اصاحبي والله الا مريض نتاع اجي صاحبي نهضر معاك والله الا سعرتي ناصح رخي مقصع وتهد المال اصاحبي والله صاحبي خلعتينا وصبتينا وكل شيء اصاحبي شو مالك اصاحبي وريحته عطات اصاحبي من بعيد خلقاتني انا تخلقت خردالة ورا ديك الجوان صاحبي علاش انا نقدو شعلوه بعدا انا كنعرف عندي بريكا عندي بريكا بريكا مقبل ها هي عندي بريكا ها هي ها هي بريكا قوتي اصاحبي رخي خمني اصاحبي والله الا خرجتي من الخط ها مال دابا بلات واش خفيك في انا صاحبي علاش مقطع الناس نعطيك حاجه اخرى لا بروز ولا عطيني الجوانه صاحبي الجوانه طاح سير دابا اش دير نضاف صافي سير جيب لنا جوانه اخويا ها جيب لي جوانه وجي نعطيك نضاف تجيب لي جوج جوانه اش داز معاك تجيب لي جوج جوانه تجيب لي جوج انا غنمشي الا شفتك شحال جوانه راه جاك والله الا مرا ما تسولش الشجر ديك اختك ما كنت انت ها هيك خنقك انت شي واخا انت حمق انت يا والله يا حمق واقيلا بان حق الرب تهضر مع الشر واش انت قرو صاحبي دير فيك الحلال لا صاحبي راه ولادنا مقطوعين راك عارفه اش مش طابخ ها دابا ما بغيتش تحلك باش تعرف داك القرو ماشي من صلاحتك واش ماشي من صلاحتك كتكيف ماركيز مازال كتكيف ماركيز كتكيف واش طونتا دابا انا نضر غادي نديهم شكرا دابا تعاملت معايا في كارو عشت دخا عشت شكرا لا عشت 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 بالصحة عشت اللي دادي محتاجة باش نجبد حاجة أخرى ماشي المقص هكا خاي بالرجولة ما كرهتكش تبيع هذا الكارو كاع الخطرة مال هادي هذا واحد الاشتراك شهري ديال واحد لاصال دابا من هادشي علاش قطعتي دابا يقول لي علاش شنو هو هذا باش قطعتيها بالكارو
انا اللي غنقول شكرا فاش غتمشي تريني وتاني جيتي دخلتيني ديك الدخله ما فهمتي والو انا راه شاعل لك عطيناك الشاعل هذا هو الكارو كدا تحزيم ما فهمتش عندي واحد هذا احسن استنى انا هذا غادي يعاون اكثر باش تحسك فهمتي ديفلوب اكثر بروتين بار تقدر المهم لا ما غاديش نقول كيفاش تستعملوه راه داكشي ساهل فهمتي تريني كول الماكله نطريمو الماكله نطريمو كاين واحد يقول والله لا شوف غير دوز 3 شهور ما غاديش تبقى تسول شي حاجه انت الكارو صباح و النهار اصلا كان كيموت الكارو كيحيد النقاصه باص فك منو صاحبي هذيك اللي توك من هي جابت الساعه ودابا عليك انا في المغرب كاع الشباب واش انت مشغول بختار انا خويا مبلي شوف راني حمد الله انا مبلي بالكارو ولكن شي واحد راه يكون شاد الجوال ودير الوكا راه نوضي فيك والله تيفني ديجا هذا الشهر ديجا قصه انا واحد واش نقولها لك راه طيح شي واحد دابا انت دابا كنهضر عليك انت انت اش مبلي اسمح لي هذا الديرونجمون ولكن يجي الشكر راه مصلحتك قطعتك الكارو صح دابا تقطع لي الكارو انا تقطع لي الكارو راه باكي ينشع عليها طقعه وحدايا انا واش خاصك تحيدو ما كاينش البادي فهمتي البادي بحالاش بصح انا اصلا دابا نعطيك واحد 70% صافي ما لقيتش البادي شنو غادي تجري غادي انا شاد في يدير بادي غادي يكون طردي واحد لاصال باش ماشي من شاش غادي شوف خويا لا واش شاري خويا برجو شوف راه انا مصلحتك قطعت لي الرق انا صافي انا قطعت لك التريك شرينا نقص باش حنا نقطعو التريك مجرد تجربه مع الناس معك انت ننصحك انك تبيع هذا كنتمنى انك فريمون تبيع منو لا ان شاء الله غادي نحيدو والله الا غادي نحيدو ان شاء الله صح هذا واحد الاشتراك ديال واحد لاصال واحد النادي ديال الرياضه شكرا بزاف ربي يسلمك من السبور ودبليا ديال صافي شد عندك انا جاي خليك تما جبتك هذيك هذيك فاش غاتريني ضروري غتحتاج هاد البروتين صافي مزيان اللهم ما غاديش نقول كيفاش كتستعملها هذيك الشيء نعم شغنولي وادك ولي مريقل زعما اش نقول لك جربتي يعني الا داومتي انا شنو الهدف هو انك تبعد من الكارو غاتريني شهر على شهر الشهر الاول تقدر تبعد واحد شويه الشهر الثاني هكا شوف الميساج راه وصل لك الصاي فهمت راه مجرد انك تشوف واحد تيكمي وتيقول لك انت ما تكميش راه كتعرف ديك الطريق اللي راه غالطه وهذا ما كان الطريق ما نسولكش اخويا داكشي اللي كاين دازو قبل منك وخا كتبقى صحتو راسك حيدو عليهم هاد شوف فيهم اللي تقولهم الشباب الله يرحم الوالدين بخير راه مطير بالصحه انا نقولها لكم انا راه شوف انا دابا 30 سنه راه نص من عمري مشى غير في التدخين انا ما باغيش الشباب بغيت الشباب نشوفو بدون تدخين انت انا بغيت نشوفو حتى غادي نطلع حتى في الفيديو باقي مساله غير بغيت نقول لكم ممكن يكون جزء اخر ان شاء الله خاص بالبنات نقدر نمشي برا نقلب على البنات تيكميو واخا صعيبه شويه ولكن الى وصل الفيديو ل 150000 جيم ديجا وصلنا ما اكثر تسناو الجزء الثاني خاص بالبنات اي بنت تكيف نقطعوا الكارو ننصحوها بلي خاصها طريقه صح احسن كملوا الفيديو ترى الناس يفكروا جوج مرات قبل ما تيقطعوا بها شي حاجه انت ما فكرتش جوج مرات انا فكرت باللي الكارو غيضرك وقطعت مو ها انت الحاج اللي سولتي غادي يقول لك ها هو السلام عليكم وسلم اخويا سلم وطلق مني اش ما سميتك اخويا انت زهير مشرفين اخي زهير كنتمنى نرجع من دابا واحد العام الاخر مقدر تحيه لي خويا الله يسلمك هاك اللعبه ديالك تهلا في راسك اخي اللهم يسلمك بعد ما نمشي شنو باغي تخلص خلاص عيني دابا غير سريع المهم المقص ديالي شنو قطع شي كره قطع ثاني بكل صراحه نجي عندك باش نقول لك هذه كارت كافيه وهذه لا كارت باش تقدر تدخل فهمتي كنتمنى الميساج يكون وصلك اصاحبي دخل الدماغ كاينه بلي لونطريمون راه احسن لك اصاحبي تريني على صحتك احسن لك اسمح لي يا مرض لا اسمح لي انت لا تسمح لي يا مرض مازال واحد الحاجة هاكا خاي هادي غادي تعاونك في البريمو ديال زيدو عليها اللعبة ديال البروتين هادي لا صنادة تقبية راه هادي واحد الحاجة اللي بليا غادي نجرب جرب راه مورا 3 شهور ديجا مخلصة تما 3 شهور تريني مع راسك وهادي هذا البروتين غادي يعاونك وانا نقول لك احسن لحظة عندي انا هي هادي انا راه نبلي بها فاش ندريني احسن لحظة هي باش نشرب هادي انت هادي كم تجربة مع الناس واش انت موقف دوز هادي ان شاء الله كم قصد ديالي بعد خاصنا نعطيها كان بزاف الناس النوم اللي غيكون كيتفرجوا دابا مبليين
مبلين بلاصه مبلين بالماكله لونطريم والواي بروتين انت هكا بغيت تكون بحالهم غيكون احسن لك بزاف من الكار تصرفي ما باقيش عندنا شي كار اخر هنا ولا شنو مازال واحد مازال واحد هذاك نزل غتقطع اخويا ها هو شوف هاد المرة سير الشركة واجي نعاونك حتى انا بالمقوصة وكذا والمقاول خدام شي شركة المقوصة الشركة ديال التيبغون مقاول